أهلا بكم. مع بدء موسم الحر في عدن، قلق لدى سكان المدينة من مشكلة الكهرباء التي يتحدث المسؤولون عنها بوجود مشكلة في محطة التوليد في منطقة الحسوة. كاميرا سعيدة زارت محطة الكهرباء ونقلت هذه المشاكل. في محطة الحسوة الكهروحرارية لم تعد تعمل من الغلايات الحرارية سوى اثنتين من أصل 7 غلايات، وجميعها بحاجة إلى صيانة، لكن الحكومة لم توفر المعدات والإمكانيات اللازمة. وفي مصارحة يقول مدير عام الكهرباء بعدن أن حل مشكلة الكهرباء بحاجة إلى قرار سياسي قبل كل شيء. طبعا نحن خلال الفترة الماضية لازم نطرق أباب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ودخل الورع يوسف الزبيدي جلس مع داخل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية وطلب منه تدخل لدى القيادة السياسية في دولة الإمارات لتنفيذ ما وعد المرور وكذلك نحل مشكلة الصيف. بين أصداء الماكينات والهمار الماء المتسرب يواجه المهندسون تهالكا غير مسبوق لمحطة الحسوة الكهروحرارية. لقد فعلوا ما بوسعهم حين جمعوا قطع الخردة الثالثة واستخدموها كأدوات صيانة بديلة، لكن الخرق كما يبدو قد اتسع على الرقاع، وهذا ما حذر منه مدير عام الكهرباء بعدن في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي. الذي استطاع إعادة الحياة بعدن وخلال ضربات الحرب، والذي كان هو النقطة الوحيد لكهرباء عدن لإنشال العروة التي كانت آلت إليه، حيث كانت هناك مديونية متراكمة لدى الحكومة اليمنية لدى شركات شراء الطاقة وقام بدفعها حوالي 25 مليون دولار. ما يتوفر من الطاقة الكهربائية في عدن والمحافظات الأخرى لا يتعدى 140 ميجاوات، في حين أن عدن لوحدها تحتاج حسب مسؤولين إلى أضعاف ذلك. قد تردم الفجوة في حال أجريت صيانة عاجلة لغلايات محطة الحسوة الكهروحرارية، ودون ذلك قد لا تصمد الغلايات إزاء احتياجات موسم الصيف. محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي طمأن بأن الخدمات كالكهرباء والمياه ستكون على مدى القريب على ما يرام حد تعبيره. نطمنهم بأن الخدمات إن شاء الله ستكون على خير ما يرام في الأيام بل بالأشهر القادمة مثل الماء والكهرباء. طبعا قوة التحالف وعدوا بأنهم سوف يقومون بكل الترتيبات اللازمة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة. وتعني الكهرباء أبناء عدن في الصيف تحديدا الحياة أو الموت، لكن التزامهم لتسديد فواتير الاستهلاك هو دورهم في تسهيل اقتراح الحلول، أو هكذا يتحدث المختصون. تعيش مدينة التربة بمحافظة تعز حالة من القلق بسبب أزمة المشتقات النفطية ورواج كبير للسوق السوداء في ظل ازدحام المدينة بالنازحين. نتابع هذا التقرير من التربة. فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري، أن تعلم أن أزمة المشتقات النفطية في مدينة التربة الواقعة إلى الجنوب من تعز تستمر، لكن بالمقابل هناك سوق سوداء تكتسح المدينة وكأنها جراد منتشر. نشتري من أصحاب السوق السوداء القبارين، طلعوا إحنا بالقبر من الصبيحة، ونبيع يعني نشتري الدبابة 7.5 بيع ب8. البترول للديزل؟ البترول بالنسبة للبترول، البترول والآن سعر البترول سعر الديزل بسعر واحد، يعني أصبح بدل ما كان الديزل أقل من سعر البترول، الآن الديزل أرفع من سعر البترول. ما في شيء، نبي داخل التربة بالخالص، نبيع الدبابة 7.5. عرف كيف؟ شراها من 7 و 6 و 800. سبب هذه الأزمة في المشتقات النفطية هي ويلات الحرب ونزوح العديد من المواطنين إلى المدينة، مما سبب ازدحاما خانقا وجعل المدينة تعيش حالة من العبثية والهلع. حالا نحن من عدم وجود مشتقات النفطية، البترول والديزل والغاز شلينا من عند الحق عباس دبة مكب 750. نحن ننزل قبل من عدم البترول الباحة،
بأسعار غالية جدا، يعني لو تكلف علينا الدبة بسبعة وخمسة وثمانية نبيعها هنا بعشرة بعشرة وخمسة، يعني بعد دبة 500 ريال 1000 ريال، يعني نخدم المواطنين ونوفر لهم مشتقات نفطية بالسوق. هنا تكتظ المدينة بالسوق السوداء، وهناك مواطنون عطشة يلهفون وراء هذه المشتقات النفطية التي تسير حياتهم اليومية. فهل ستعود المشتقات النفطية إلى مجاريها أم أن المعاناة هي عنوان هذه المدينة؟ مهمة جديدة للدراجات النارية أرعبت الناس في الشوارع، حيث تقوم عصابات منظمة باستخدامها في نشل وسرقة المواطنين خصوصا حقائب النساء والخارجين من المصارف والبنوك، في ظاهرة خطيرة ومقلقة للغاية. على مدى السنوات ظلت الدراجات النارية في البلاد تمثل مجازفة كبيرة في الأرواح، وظل سائقوها وصاعدوها محل تعرض دائم إما للموت أو الإصابة بفعل حوادث الاصطدام والحوادث المرورية الناتجة عن السرعة والتهور التي يقدم عليها مالكوها. وظل هذا الخطر هاجسا حاضرا في أذهان الناس ومحل تحذير دائم منه. اليوم لم يعد هذا هو الخطر، بل تجاوز الأمر هذا الواقع بكثير، فلقد أصبحت الدراجات النارية وسيلة للجريمة، وعبرها تزهق أرواح الكثيرين عن طريق الاغتيالات والقتل، وهي في ذات الوقت باتت تمثل وسيلة جيدة بالنسبة للمجرمين للهروب بعد ارتكاب جرائمهم. في كثير سرقات تحصل من فوق الدراجة النارية، وكذلك الاغتيالات هذه، بس الحمد لله خفت في العاصمة صنعاء، ولكن انتشرت قضية السرقة هذه بشكل فظيع. لم يتوقف الحديث عند هذا الحد، الدراجات النارية أصبحت مؤخرا وسيلة للسرقات في الشوارع والأحياء المختلفة، سرقات الأشياء الثمينة والجوالات وحقائب النساء، وبهذا فتح استخدام الدراجات النارية مجالا للمجرمين لإلحاق الأذى بالمارين والأهالي، وهو ما أكده الشارع لنا. هذول الذي بيسرقوا هذولا يعني شوية أنذال، والذي بيقتالوا الناس مش رجولة، هي نذالة وسقاطة، هذا كلامي. هذه ظاهرة سيئة، ونظرا للإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد كثرين هذه السرقات من فوق المترات، خصوصا في ظل الإنفلات الأمني وغياب أجهزة الضبط ودخول البلاد بحالة شلل تام، ألقت بظلالها على الصغير والكبير، والأهالي يوجهون رسائل مناشدة للمعنين بالضبط والمجتمع بشكل عام. احنا بالفترة الأخيرة سمعنا وانتشرها يعني بشكل كبير جدا ظاهرة السرقة، أصحاب المترات واللي يقزعوا الخطوة. نطلب من الإدارة اللي هي الخاصة بالمرور ولا الإدارة الحكومية ذا بالضبط، ومراعاة يعني الناس اللي هم نفس المواضيع اللي يسرقوا عليهم التلفونات، البيازلات، الحريم اللي بالشوارع أذنين، هذا كل ما نحبهم نعمله من الدولة، نطلبه من الدولة. حاولنا التوصل إلى بعض الجهات الأمنية المعنية بالضبط، ولكننا لم نتمكن من الوصول إليها، لكن البعض في هذه الأجهزة أكد محاربة هذه الظاهرة من خلال البلاغات التي تصلها وفق الإمكانات المتاحة وتوفر الأدلة، ولكن الأمر متعلق كما يبدو كثيرا بثقافة المجتمع وبالوضع الراهن الذي فاقم من مثل هذه ظواهر سلبية سيئة. على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتردي المعيشة، مظاهر سوء تغذية تبدو على كثير من اليمنيين، مع عزوف الكثير عن شراء المواد الأساسية للتغذية واقتصار وجباتهم على لقمة العيش الضرورية. قبل عام كان هذا المكان كغيره مليئا بالباعة والمشترين، اليوم كما يبدو تغير الحال، حركة الحياة انشلت وخف إقبال الكثير من الناس عن شراء المتطلبات الغذائية المكملة كما يعتبرونها، كاللحوم والفواكه الغنية لجسم وصحة الإنسان، وارتكز إقبالهم على القوت اليومي الضروري، ما أدى إلى تفاقم سوء التغذية في اليمن. في الفترة الأخيرة، الآونة الأخيرة في الجمهورية بشكل عام وليس في صنعاء أو عدة محافظات، فإن المواطن غير قادر على شراء المنتجات أو شراء الفواكه أو اللحوم، وذلك
بعدم تدهور الأوضاع والاقتصاد وعدم الاهتمام من قبل الدولة بملاحقة التجار أو من يقوم بذلك في تلاعب الأسعار وعدم القدرة مع المواطنين لاحتياجاتهم اللازمة والضرورية مثل المواد الغذائية، المحروقات، الأسواق تلاعب بها بشكل عام، اللحوم، التواجن، كل واحد وكل تاجر يبيع بالشيء الذي يريده أو بمزاجه لأنه ما فيش متابعة لا من التجارة ولا من الجهات المختصة. بعض الزبائن الآن يشتي ياخذ 2 كيلو 3 كيلو يقول لك جيب لي ربع كيلو في الحالة في الطرف الطارئ، ما فيش خلاص. احنا كنا نذبح يوم الجمعة ما بين 10 إلى 15، الآن ما عاد تذبحش الجمعة إلا 3-4 غنم زغل. طبعا ايش تسوي ايش تفعل؟ لا تقدر تجيب مصاريف، ايجار عليك 50,000، اصحاب بيوت ما محلات ما بيخفضوا لنا شيء ايجار. منين بيجي الشعب اليمني؟ على الاستهلاك. حركه في الشارع الان، شوف الشارع كله الان مطروح ميت، بهارات، جمله، مجزره، خضره، خلاص الشعب الان حتى الحاجه الوحيده اللي عاد بياكلها الشعب اليمني الزبادي، والزبادي انقرض بالشعب. الان تتضاعف الاسعار وتقل المشتريات، كون الشعب في ازمه او ما يشابه ذلك، لأن الخضرة تصعب على المشتري، يعني كون التاجر يشتري السلعة أغلى من قيمتها كونها منتج محلي، إلا أن الزبائن على قدر الحال يمشوا حالهم، يأخذ بدل ما كان يأخذ كيلو 2 كيلو يأخذ الآن النص ربع، كونهم يكافوا معيشتهم الأسرية. آلاف الأسر اليمنية تعاني اليوم من سوء التغذية نتيجة لتوقف العديد من القطاعات الحيوية في البلاد عن العمل، وفقدان أرباب هذه الأسر لأعمالهم، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مستمرة. برنامج الأغذية العالمي أشار نهاية العام الماضي إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص انضموا إلى قائمة الجياع في أقل من سنة. نتيجة تدهور الحالة المادية لدى رب الأسرة أو لدى الأسر بعض الأسر وفقدان كثير من أرباب الأسر لأعمالهم، كل ذلك أدى إلى توقف الدخل الذي كان يعيش عليه الشخص. هذا أدى إلى تقليل أو تضييق الظروف المعيشية للإنسان، كل هذا أدى إلى انعكاس سلبيا على معيشته في البيت في المنزل. بالنسبة للأمن الإغذائي أمر طبعا مهم في غاية الأهمية في ظل هذه الظروف. طبعا الحمد لله متوفر كثير من المواد الغذائية التي يتطلبها الإنسان في غذائه اليومي، لكن المعضلة الكبيرة هي في القدرة الشرائية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وارتفاع البطالة، فضلا عن ارتفاع أسعار هذه المواد الغذائية. ولا المواد الغذائية يعني عادة خصوصا من المنتجات المحلية متوفرة بالنسبة للخضروات والفواكه التي طلبها الجسم للغذاء. يعاني في اليمن أكثر من 7.5 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد بحسب تقرير للأمم المتحدة عن الحاجات الإنسانية صدر مطلع هذا العام، كما أن قرابة 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. هذا يعني أن مشكلة سوء التغذية في اليمن موجودة من قبل الأزمة الحالية، لكن المشكلة تفاقمت بشكل كبير بسبب الحرب، وبات وضع الأمن الغذائي للمواطن يتدهور بسرعة مع استمرار الصراع.